خليها باكر مالي قايل لك. صدق والله لو احنا يعني اخترنا يعني قلنا حق انت رئيس وانت يا وزراء ذمتكم الكل، ترى الناس تخاف من العصا والناس تخاف من الدكتاتور، احنا معاوزين نبي دكتاتورية بالفترة الأخيرة فهموها. شوفوا شلون كسر القوانين بهالبلد والخيبة اللي عندنا. إخواننا الإيرانيين شو يسوون؟ يروحون حق العمارات القديمة يشوفون الممرات، ممرات يقول حبيبي أنا ياخذ هذا ممر كله كم أنت أجر؟ ممر، ممر للبشر مع الملحق. تدرون الممر في العمارة في العمارات القديمة الملحق ب 300 دينار كويتي ويسويها كلها كيربي ويخزن فيها كل شيء. شوف التقرير. طالع ماي السكران. ايه طالع. يمعون هني. إلا سكراتي هذا جياس، هذا واحد ثاني. طبعا أنا بحمد هذول كلهم بين عماير صايرين منطقة سكنية. هذا واحد ثاني. أمو شلون اشتغل انت هني؟ ماكو دو ترخيص، ماكو اي شيء، شلون؟ هذا مخزن شوي اغراض خلي داخل. هذا مخزن يخلي شوي اغراض داخل. زين نفرات يجيب شيء مبيوق، انت شلون اعرف ان هذا هو يبوق ولا ما يبوق؟ انا الشيء مبيوق ما يصير. 40 سنة داخل الكويت. ها؟ 40 سنة داخل الكويت اعرف شنو زباني شنو مثل جاهلي فيها. انت عرف انت انت 40 سنة داخل الكويت ما يعرف ان هذا ممنوع؟ ممنوع. إيه أي شيء ممنوع أعرف. إيه ممنوع. زين ليش يسوي هذا الشكل؟ شنو مثلاً؟ ليش يسوي هذا الشكل؟ أنت يشتغليني داخل عمارة، كم إيجار هذا؟ إيجار والله واجد 300 دينار. هذا بس؟ إيه. 300 دينار؟ هذا الحوش الصغير 300 دينار؟ إيه. كيربي وهو أنت يسوي كيربي طبعاً. والله هذا مو مال أنا، هذا رأي إيران. إيه. بس هو يسوي كيربي ولا هو ياخذ؟ هو بعد اجار 300 دينار وهو يسوي كيربي. بعد واحد ثالث ابو احمد هم بعماره. طالع منطقه سكنيه. طالعوا يا جماعه عماير. هذا مأجر الساحه. ابي نشوف كم مأجرها. مأجرها حق سكراب. مأجرها حق سكراب. قبل الختام تقول تناشد من